وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا دكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي مستشار البنك الدولي سابقا. برحب بحضرتك معي عبرتين دكتور عمرو. أهلا بك، مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدينك. أهلا بك. أهلا بحضرتك. إذن الحكومة بتوافق اليوم على أكبر صفقة استثمار مباشر بشراكة استثمارية مع كيانات كبرى، ما الذي تعبر عنه هذه الصفقة دكتور عمرو من وجهة نظركم في التخفيف عن وطأة الاقتصاد المصري الذي عانى من أزمات متلاحقة؟ شوفي، أنا هعيد السؤال بتاعك ببعض الكلمات الأخرى، لكن خلينا نقول انها مش هتعمل تحديد، لان الاقتصاد المصري او الاقتصاد بشكل عام يعني في ابس اند داون، يعني في فترات ثبات وفي فترات نمو، واحنا الايام دي على مستوى العالم كله وليس على فقط على مستوى مصر، حركه التجاره الدوليه انخفضت من 6 ل 3 يعني النص، حركه السياحه انخفضت، الايرادات الاجنبيه انخفضت، لكن مصر ما زالت احدى الاقطاب المستقطبه للاستثمار الاجنبي المباشر، وانا يمكن كنا الثاني على مستوى افريقيا، واحنا بالمناسبه ما زال الاقتصاد على مستوى الدول العربيه، يمكن الدول العربيه بتتعاون معانا كثير في الاستثمارات الاجنبيه المباشره، لكنها الثالث اقتصاد قوي على مستوى الوطن العربي طبعا بعد السعوديه والامارات، لكن خلي بالك السعوديه 750 مليار، دوله الامارات 500 مليار، احنا 480، لكن احنا مش دوله بترونيه. فمصر عندها طاقه مهوله، لا سيما في البنيه التحتيه الاخيره اللي الدوله استثمرت فيها بشكل كبير وبشكل مكثف. كنا بنقول هذا الكلام من سنوات، الناس كانت بتحط علامه استفهام على البنيه التحتيه. يا سيدتي، ما فيش دوله في العالم بتقدر تجذب استثمار اجنبي مباشر او مشروعات الا لما تكون عندها بنيه تحتيه قويه. صحيح. والبنيه التحتيه دي المحفز الاساسي، ولذلك النهارده مش بس دوله الامارات ومش بس هذه الصفقه، الاستثمارات الاجنبيه العربيه في السعوديه زادت الاستثمارات المصريه فيها بشكل كبير في الفتره الماضيه، دوله الكويت على سبيل المثال، وانا لازم اذكر هذا الرجل الخرافي، هذا الرجل العظيم اللي كان من 20 سنه اكبر مستثمر، ليس دولي لكن اكبر مستثمر عربي ودولي في مصر، فوق ال 5 6 مليار، الكلام ده من 20 سنه، النهارده دوله الامارات موجوده بثقلها في مجال الاستثمار، والصفقه اللي احنا سمعنا عنها هي صفقه لسلسله من الاستثمارات الاماراتيه في مصر. وخليني اقول شيء يمكن اخرج شويه عن الجانب الاقتصادي وعن الجانب المالي، لكن انا عايز اقول، والكلام ده لازم يتقال لاولادنا وشبابنا، دوله الامارات علاقتها بمصر وعلاقتنا بدوله الامارات علاقات مش متميزه، علاقات لن تتكرر. وشيخ زايد الله يرحمه، هذا الرجل اللي بنى هذه الدوله العظيمه في 30 سنه و40 سنه من لا شيء، قال لاولاده على فراش الموت اوصيكم بمصر، وشايفين المحبه مش بس الحب، المحبه اللي موجوده بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي واخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، وزيارته لدبي ولقاءاته بالشيخ محمد بن راشد، لقاءاته الاخويه، فالعلاقات الطيبه والمحبه اللي موجوده هي اساس وركيزه للثقه كمان اللي موجوده السياسيه اللي موجوده من دوله الامارات الى مصر. دكتور عمرو، بالإضافة طبعا لما ستتيحه هذه المشروعات من سيولة في النقد الأجنبي، وطبعا بناء طبعا على الإصلاح في البنية التحتية المصرية التي عملت عليها الدولة أكثر من 3 سنوات، أشار رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اليوم إلى أن هذه الاستثمارات ستساهم في توفير مئات الآلاف أيضا من فرص العمل، كيف تقرؤون وتتابعون ذلك؟ صحيح، الفلوس مش مهمه قوي في كثير من الاحوال، طبعا النقد الاجنبي وضخ النقد الاجنبي والسيوله شيء مهم في الاقتصاد، كلنا عارفين هذا الامر، والسيوله هي الرئه اللي بيتنفس بيها المشروعات او الاقتصاد، لكن الخبره، وده اللي انا قلته الحقيقه وبكرره، الخبره لبعض المؤسسات الدوليه او بعض الشركات او بعض الكيانات زي الخبره الاماراتيه على سبيل المثال، دوله الامارات النهارده يعني اتس نمبر 1، رقم واحد في كثير من المؤشرات التنافسيه. لما اشوف الاستثمارات اللي موجوده في الشارقه، في ابو ظبي، في دبي، هذه الاستثمارات في السياحه، مجال السياحه بالتحديد ومجال الصناعه، هذه الاستثمارات مش بتجيب بس معاها اموال، لا، بتجيب معاها خبره، بتجيب معاها تكنولوجي، بتجيب معاها نو هاو، بتجيب معاها تسويق. ولذلك الحسنه الكبيره اللي اعتقد هذه الاستثمارات الاماراتيه هتعملها انها مش بس هتعمل ضخ اموال للاقتصاد المصري او تعمل تحفيز، لكن هتجيب حاجتين، هتجيب تسويق، لان اللي بيستثمر عايز يجيب السايح، عايز يستوي، عايز يجيب الكلاينت، عايز يجيب الزباين، فهيجيب
تسويق وهيسوق للدوله، وكمان زي ما حضرتك قلتي هيخلق فرص عمل. نعم. مهمه. نعم. جدا. النقطه الثالثه، بشكرك دكتور عمرو صالح، بعتذر جدا لضيق الوقت، وبشكرك دكتور عمرو صالح استاذ الاقتصاد السياسي مستشار البنك الدولي سابقا، شكرا جزيلا لك، وبعتذر مره اخرى عن ضيق الوقت.